كيف يمكن أن نتعامل مع أنواع الموظفين، مع أنواع الأقارب، مع أنواع الأرحام. سبحان الله، أنت تسير في هذه الحياة، الزوج يسير في الحياة، إما أن يجد زوجة تعينه أو زوجة لا تعينه. لاحظوا معي، الزوج مسكين جمع الراتب وجمع كل شيء، وأهل موظف مثلا الآن يدير شركة أو يعمل الآن، سبحان الله، إما أن يوفق بأنه يأتي شخص يساعده على النجاح. ركزوا معي، يعني زوجة تساعد زوجها في النجاح، يبنون مع بعض بيت، يبنون مع بعض شيء، يجعلون لهم شراكة حتى ينجحون. سبحان الله، يتشاركون في التربية، يتشاركون في النجاح، الموظف مع الموظف أيضا، حتى ينجح العمل وتنجح الحياة وتسير الحياة على أحسن مسار. ويأتيك واحد مثل هذا اللي قاعد الثالث الآن، شفت الثالث ذا، يقدم مساعدات لكن استغلالي، استغلالي، يقعد على السفرة إذا جهزت، ما يجي يجهز السفرة. بعض البنيات مثل هذا، يعني مساعداتها بسيطة، تنتظر السفرة توضع ويقول عطوني خبر إذا حطيته الأكل. لكن يأتيك الآن الرابع هذا، شوف الرابع الآن كيف، لاحظ الرابع الآن، شخص غريب جدا، هو في الظاهر كأنه يساعد ولكنه في الحقيقة يسبب إعاقة للبيت، يسبب. لو فكر بعض الموظفين اليوم أن في الحقيقة وجودهم كعدمهم، يعني ما منهم فائدة. وأعظم المصيبة الأخير هذا هو الكارثة، يعني فكر أيها المراهق، فكر أيها الموظف الذي قاعد أنت تعيق نجاح العمل، تغيب، ما تنتج، ما تبدع، ما تتميز، حتى في أسرتك تصنع لهم المشاكل، شاغل أبوك وشاغل أمك وشاغل هلك وشاغلهم بدل أن يبدعون ويتميزون، تعبت الأسرة. لأن شوف الآن، وقاعد يؤذي بعض الناس، قاعد يؤذي إخوانه ويؤذي موظفينه، وقاعد لك شغال فقط في الإذى. ولكن المؤلم لما ترى النجاح للآخرين، شوف النجاح كيف، كل أسرة بهذه الطريقة سوف تكون ناجحة، الزوج مع زوجته، المدير مع موظفيه، لازم يغيرون. ولذلك يقولون في القاعدة، افصل هذا، لا يشغلك العضو الميت، لا يشغلك العضو الميت، ركز معي، الضار هذا غير النافع أبعده عنك. بعض الناس اليوم طاقة راقية، طاقة رائعة، ما شاء الله، متميز، ولكنه ينطبق فيه قول للشاعر: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. لا تصحب الكسلان في حالاته، حاول أن تميز بينهم. حتى الموظفين اليوم تجد هذا موظف متعين مع هذا، هذا يصبح مدير ومسؤول، وهذا مرشح في كذا، وهذا لا يزال على ما هو عليه. أنت يا أخي الكريم اليوم طالع أصحابك، بعض الناس إذا صحبته زادك شرف وزادك رفعة. كذلك في البيت اليوم، في الأسرة، مع الإخوان، مع الأقارب. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.